الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فالثبات على الهدى مطلب منشود فيه سعادة الدنيا والآخرة. مدح الله عباده المؤمنين بثباتهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إن الثبات على الحق نعمة، وخصوصاً في زماننا هذا. ثبت قلبي على دينك، اجعله ثابتاً غير مائل عن الدين القويم والصراط المستقيم. أمرنا الله بالثبات حتى نلقاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من ترك الثبات والتقلب، ويقول لهم: بادروا بالأعمال فتنا، اغتنموا الفرصة، بادروا بالأعمال فتنا قبل أن تكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. ويأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتمسك بهديه، ويخبرهم أنهم سيرون اختلافا كثيرا بعده: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه سؤال الله الثبات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ما معنى الثبات في الأمر؟ يعني الدوام على الدين ولزوم الاستقامة عليه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. والثبات أيها الإخوة والأخوات هو طريق الخلاص في الدنيا والآخرة، ويحدد مصير العبد سعادة وشقاء. ولما كان الثبات غاية عزيزة، كان من أهم الأمور في الحياة التعاون بين المسلمين لتحصيل هذا المطلب. وبما أن هذا الزمان نعيش فيه فتنا بأنواعها، شبهات وشهوات، زلازل، خلخلة الأصول، طعن في الثوابت، تشكيك في الكتاب والسنة، تحريف المعنى على غير مراد الله وغير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزهيد الناس في فتاوى العلماء الثقات، ومزاحمة فتاوى الثقات بفتاوى غير الثقات من جهلة وأهل هوى وأصحاب أغراض ردية، وكذلك نشر في العالم الورقي والإلكتروني بجميع الأنواع للشبهات، وكذلك اتهامات للحق وأهله بالجمود والانغلاق والنصوصية وأحادية النظرة ومصادرة آراء الآخرين، وأن الزمن قد تجاوزهم ولا بد من تجديد وتغيير وتحديث هذا الدين، كأنه صار بالياً لا ينفع في هذه الأيام، وتشن الغارات على منهج السلف ورموز منهج السلف القديم والحديث، ويشنع على أهله ليزهد الناس فيه ويخلخل اقتناعهم فيه، وهكذا يحصل التبديل والتحريف والتنازل والتساهل. فكم من واحد اليوم تراه قد تغير عما كان عليه بالأمس، عما كان يعرفه من كلام العلماء، وعما كان يأخذ به من فتاوى الأثبات، وعما تعلمه في الحلق من أهل الدين
الحق ومنهج الصدق، كل ذلك الآن تخلخله كتابات ومقالات وكذلك مقابلات وأنواع من المؤثرات الصوتية والمرئية التي تحرفهم عن الدين. فيحتاج الواحد إلى التثبيت في عالم الزلزلة، ثم تعصف ريح الشهوات بالفتيان والفتيات والكبار والصغار في الطرقات، في الأسواق، في المجلات والشاشات، مائلات، مميلات، وأشياء فاضحات وساقطات، وأبواب مشرعة للحرام ولكسب الحرام، وأيضاً مشاريع ومسابقات لا تنتهي في قضية تحرير المرأة وإخراج المرأة واختلاط المرأة وإفساد المرأة. فهم يعرفون من أين تؤكل الكتف والثغرة التي ينفذون على أخلاق الناس منها. فلذلك الناس يحتاجون إلى تثبيت، لابد من تواصي بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء لا يخسرون، وبقية الناس في خسر. وكذلك فإن هذا التواصي هو الذي يزيد الإيمان ويقويه ويكمل الإنسان ويؤيده. علم وصبر، ثبات وعمل صالح. ندب الله المؤمنين أن يوصي بعضهم بعضاً ويعين بعضهم بعضاً. المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. قال: سنشد عضدك بأخيك، نقويك ونعينك بأخيك. ومن رحمة الله تعالى أنه جعل بين المؤمنين أخوة يشدهم بها ويثبتهم حتى يقوم البنيان المتراص. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح.